حنا اليوم تقريبا 4 ديال الوداديات او 5، كاين وداديه المحيط الازرق اللي هي اتلانتيك بيتش لان ضحيه منهم، كاين كذلك ضحايا وداديه بيلا وضحايا وداديه ابواب البحر وكذلك الاندلسيه وباب دانا. جينا اليوم درنا هذه الوقفه التضامنيه على الظلم اللي كانت تعرضوا ليه من مافيا العقار في المغرب، لانه حتى شي حاجه حتى شي مسطره ما كتمشي هي ديك الا بالاحتجاجات وبالوقفات وبلي لايف. والمشكله سي لو بيغ سيكو في هذه لا كريز اللي كاينه ومع هذا الشيء كورونا ما يمكنش تجمع عاوتاني هذيك 60 مليون. حنا علاش جينا اليوم بالضبط؟ جينا ديرنييرمون كنا درنا واحد جوج وقفات في محكمه عين السبع واستقبلنا وكيل الملك وقالنا صافي غادي يعطي الاوامر ديالو لولايه الامن باش يشوفوا لنا لي تراس ديال الفلوس في لابونك من لمن كانوا كيخرجوا. هذه شهرين ونص وحنا كنمشيو للولايه كيقول لنا ما جانا حتى شي امر، خاص الامر تيجي من عند وكيل الملك. حنا كنطلبوا من سيدنا الله ينصرو اللي هو اله السلطه في المغرب جلاله الملك محمد السادس نصره الله، كما هذيك المرات تبعثات لجنه عن طريق الاستاذ النبوي ديال النيابه العامه المحكمة السيناف، كذلك اللجنه اللي جات المحكمه عين السبع كنطالبوا باش تجي اللجنه المحكمه هذه ديال المدنيه، وكنطالبوا تجي اللجنه المنطقه المنصوريه لانه ولات بؤره ديال مافيا العقار. اي واحد بغى ينهب كيلبس جلباب وكيدير راسو انه منعش عقاري وكيجي وكينصب. لذلك كنوجه واحد الرساله للشعب يعني المواطنين المغاربه اللي هما يا ناس عاديين وكيبغوا ياخذوا كيجمعوا الفلوس باش ياخذوا شي دويره والجاليه المغربيه، عمرهم ما يشريو في لي بلون سوف انه يشوف الدار ويدوز عند لو نوتير ويتاكد من لو نوتير. كنأكد عليها لانه حتى لي نوتير داروها بينا عباش يقدر يشري دار. حنا ضحايا ديال الوداديات، ضحايا ديال مافيا العقار، دونك جينا درنا واحد الوقفه هنا قدام المحكمه الابتدائيه اللي في السونتر فيل لحدا العماله. دونك ماشي عا وداديه ديال اتلانتيك بيتش بوحدها، جاو تقريبا شي 4 ولا 5 ديال الوداديات هنايا اللي ضحايا ديال العقار في منطقه ديال المنصوريه اللي عادت مشهوره بالفساد ديالها وبؤره ديال الفساد فيما يخص هادشي ديال العقار. اللي كيحز في النفس هو ان الضحايا كثار وضحايا من الوطن ومن خارج الوطن من الجاليه وداكشي، ولا حد كيحرك ساكن باش ينقد هذه الامه ديال البشر. وداديه اتلانتيك بيتش فيها ما يناهز 1300 ديال المنخرط، كاينين وداديات اخرى. دونك اوجوردي حنا كنطالبوا بالسلطات باش تدخل وتصيفط لجنه من الرباط نزيهه اللي تجي تحقق في اقليم المنصوريه، لان كاين مصائب كبيره تما غتكتشف. لان راه كي قلت لكم ماشي وداديه وحده، راه وداديات كثيره في نفس اقليم وما كنلقاوش مسانده من المسؤولين تما. دونك اوجوردي كناشدوا صاحب الجلاله اعلى سلطه في البلاد وكناشدوا المسؤولين باش يجيو يحققوا في هذا المشكل. هذا راه مشكل عويص. راه شنو كينتظروا دابا؟ واش الناس ينتحروا ولا يبداو يديروا شي افعال اللي هي راه اوغوزمون كاين ناس مثقفين وناس من سيرتان وعي، راه الانسان يقدر يدير شي حاجه في راسه، لان راه ماشي ممكن، ماشي من السهل ان الواحد يخسر واحد 60 مليون جامعه ويعطيها لواحد النصاب يديها ليه. اوجوردي ها هو الرئيس كيقبع في الشجون وحنايا مالنا؟ حنايا فلوسنا فينا وما علاش ملي كيتجبدوا قضيه الفلوس واسترجاع الاموال علاش كيضربوا الطم؟ ما فهمناش هذه القضيه. لا قضاء انصفنا يعني بالسجن ديالو، ولكن كاين قضاء ولكن اللجنات اللي يبحثوا في المال حيت كاين اون تراسابيليتي، لان هاد الناس كرياو شركات باش استغلوا الاموال ديال عباد الله، باش خذوا الاموال ديال عباد الله. دونك هاد الشركات خاصها تكون اون تراسابيليتي ديال الفلوس. هاد الناس خذوا الفلوس وما ما كملوش المشاريع، وكاين اللي ما بانيش المشروع بحال باب دارنا. دونك اوجوردي راه كاين مشكل عويص عباد الله، راه ما يمكنش هاد الناس يخليوا الاعمال ديالهم والمشاغل ديالهم ويجيو يديروا وقفات. واش هذا هو الذنب ديالنا حنايا؟ شنو شرينا عقار باش نستريحوا عندنا كنجيو نديروا وقفات؟ ما عمرنا دخلنا المحاكم، ما عمرنا دخلنا الادارات عندنا كندخلوا المحاكم، وعندنا وصلنا لواحد النيفو اللي زعما ما كناش خصنا نوصلوا ليه صراحه. من المؤمل ان ناخذوا الشقق ديالنا في 2017، المشروع بدا في 2012 2013، ومن 2017 لحد الان باقي ما خدينا والو بسبب تلاعب ديال المكتب، بسبب عدم مسؤوليه ديال المكتب، لان هذا المكتب هذا ولا دار هذه المساله ديال الوداديات مصدر ديال التراء وديال باش يدخل الفلوس. للاسف احنا كمنخرطين كنشعروا بواحد الاسى كبير وواحد الغوم الكبير، لاننا دقينا جميع الابواب ديال السلطات في المغرب، جميع الابواب ديال المؤسسات ديال الدوله. للاسف لحد الان حتى شي واحد ما كيسمع لينا،
حنا منخرطين اللي ادينا فلوسنا ولكن للاسف طحنا في مافيا استغلوا النيه ديالنا السذاجه ديالنا ربما لان بعض المرات كيقول لك كندخلوا ندقوا على الناس كيقول لك لا ما كانش عليكم تثقوا فيهم حنا ثقنا فيهم لانه الدوله هي اللي عطيهم انهم يديروا وداديه وهناك فراغ قانوني كبير في هذا المجال ديال الوداديات وما للاسف باقي الدوله ما بغاتش تدخل باش توقف هذا العبث اللي كاين حنا اذا قلت بانه كان مطلوب انه المؤمل اننا ناخذوا المشروع ديالنا والشقق ديالنا في 2017 للاسف ما طراتش علاش لان هاد الناس هادو خداو المشروع ديالنا لونصاو مشروع واحد اخر وثم لونصاو مشروع واحد اخر وبالتالي ما قدروش يسيروا هاد المسائل كلها للاسف تصرفوا في فلوس ديال الناس بسوء نيه بعدم مسؤوليه بخوبت للاسف كنحاولوا نوصلوا للصوت ديالنا للسلطات للاسف وهذا ما يحز في النفس حتى شي واحد ما بغى يسمع لنا وهذا في الحقيقه ديال الدوله ديال القانون وديال المؤسسات يؤسف له حنا الان ولينا كنقولوا بانه الا كانت السلطات ما قادرش تحمل المسؤوليه ديالها فالتاريخ ما يرحمهاش وبالتالي حنا راه دائما غادي نطلعوا لاعلى سلطه في الدوله الا كان ضروري اننا نوصلوا للديوان الملكي فراه حنا غادي نمشيو للديوان الملكي باش نسمعوا الصوت ديالنا